ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أخلت السلطات الأمنية في مدينة طنجة سبيل المنشط التلفزي رشيد العلالي يوم الأربعاء 19 غشت بعد الاستماع إليه للاشتباه في خرقه لإجراءات الحجر الصحي التي فرضتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وحسب مصادر مطلعة لموقع كيفاش، فإن عناصر الشرطة القضائية في طنجة استمعت لرشيد العلالي على خلفية نشره صورا على حسابه على الإنستغرام في أحد الشواطئ بمدينة طنجة الممنوعة في إطار حالة الطوارئ الصحية. وفق المصادر ذاتها، فقد تم فتح تحقيق مع صاحب برنامج رشيد شو، وتم الاستماع إليه ليتم تحرير مخالفة ضده لخرقه حالة الطوارئ الصحية. ومن جهة أخرى، دفع الإعلام المغربي غرامة مالية قدرها 300 درهم لعدم ارتدائه الكمامة في فضاء عام. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.